مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة سطة البيضاء أو بالضبط من شاطئ عين دياب. شوفوا تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وموجة الحرارة اللي كتعرفها العديد من المناطق في المغرب اللي كتراوح ما بين 40 حتى 48 درجة من نهار 2 حتى نهار الخميس. شوفوا شاطئ عين دياب شحال عامر بزاف، الالاف ديال المصطافين، الالاف ديال البيضاويين اللي هابطين البحر كيتبحروا باش يتبردوا في عز هذا الصهد. شوفوا معنا مشاهدينا الشاطئ عين دياب عامر بزاف، كل الشكر والتقدير لعناصر الوقايه المدنيه على المجهودات اللي كيقوموا بها. يعني شوفوا معنا السياره ديالهم راهيه، وما عرفتش واش كتبان لكم في هذيك الجهه، لا راهيه، يعني كيحاولوا يحيدوا الناس اللي كيعوموا في هذه الجهه هذه، حيت كاينه حفره تما كيجمعوهم كاملين في بلاصه وحده وخصهم يبقاو قراب لبعضياتهم. اذا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا، احنا مباشره من شاطئ عين دياب عامر بزاف تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة. تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة البحر شوفوا كيفاش عامر، زينة كتقولنا بصحتكم البحر، الله يعطيك الصحة، الله يحفظك اختي زينة. شوفوا البحر كيفاش عامر، شوفوا شحال ديال الناس كتعوم في هاد اللحظات. يعني الواحد حداك ويتلف ليك، يعني شوفوا تبارك الله شحال ديال الناس هابطين البحر، شوفوا تبارك الله شحال ديال الناس، شوفوا شحال ديال المصطافين اللي هابطين الشاطئ كيتبحروا في هاد اللحظات. يعني كيف ما غنعاود نذكركم مشاهدينا كل لايف ديال الشاطئ كنقولها لكم، ردوا بالكم لوليداتكم في شاطئ عين دياب، راه كتعتبر من اخطر البحوره، عوموا في البلاصه العامره، البلاصه اللي فيها السباح منقذ. يعني لا قدر الله وقعت شي حاجه يلقاهم ما يعتقوا. نشوفوا تبارك الله البحر شحال عامر، شوفوا تبارك الله شوفوا. وكنتمنى من الناس يعني البحر من 9 الصباح حتى 8 ديال العشيه، يعني ما تبقاوش تعوموا في الليل، ما كيكونوش لي متر ناجور، نعوموا في الوقيته اللي كيكونوا فيها باش لو وقع شي حاجه الله يسر يعتقوكم. شوف شحال ديال الناس كاينين كيعوموا، يعني البارح واليوم كان صاد بزاف، حرارة مرتفعة.